باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنكمل سلسلة ببساطة، سلسلة الناس اللي مش عايزة تفرح. كلمة الراحة دي كلمة حلوة قوي، والناس بتحب الراحة والجسد بيطلب الراحة. بس عايزة أقول لكم حاجة بقى، من ضمن لستة الناس اللي مش عارفة تفرح خالص الإنسان الكسول. الإنسان الكسول متهيأ له أنه هو مرتاح، بس الحقيقة محدش بيعرف يرتاح إلا الإنسان اللي تعب فعرف معنى الراحة. يعني لو في طالب بيذاكر طول السنة بجد كلمة الأجازة عنده ليها معنى، لكن لو في طالب طول السنة بيلعب وبيذاكر ليلة الامتحان لما تقول له الأجازة ابتدت يضحك، طب ما أنا في أجازة طول السنة، لأن ما بقاش ليها طعم. علشان كده الآية بتقول إن اللي بيزرعوا بالتعب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يعني على قد ما الإنسان يتعب على قد ما الإنسان يفرح. هديكم مثل، زوجة كسولة قاعدة في البيت، ما يعني جوزها يقول لها أنت ما بتعمليش حاجة ما بتعمليش حاجة. ففي يوم من الأيام اتمحررت كده، قامت بدري وراحت قايمة، هدت الدواليب كلها، هنا الصيفي هنا الشتوي هنا لبس الأطفال هنا اللي هنخزنه في صحارة السرير، وروقت البيت كله. صحيح اشتغلت وتعبت قوي قوي، قضت 6-7 ساعات. عارفين لما أولادها رجعوا تلقوها فرحانة قوي، افتحوا الدواليب وقولوا له ايه رأيكم يا أولاد. التعب وراه فرح، الكسل وراه ملل، وراه كآبة. يبقى القاعد كده الإنسان قاعد يتفرج على الفيسبوك واليوتيوب كده على السرير ما بيعملش حاجة، وبعدين يحس إن حياته بلا معنى. عايز أقول لكم مثل تاني، في واحد اشترى عربية كان اسمها توبينو ولا مش عارف، عربية فيات قديمة قوي، وكان معتز بيها، عربية قد كده كلها اللي هي 2 راكب كده، ده الكلام ده زمان قوي. من كتر ما كان معتز بيها ما بقاش يمشي بيها في الشارع، حطيتها كده في جراج لمدة 10-12 سنة بيتفرج عليها ويلمعها كل يوم. في يوم من الأيام جه في دماغه إن يمشي بيها لفة واحدة، العربية ما دارتش، فاتخض قوي، ده محدش بيركبها. صحيح كان شال البطارية، حط بطارية العربية ما قامتش، فجاب الميكانيكي. فالميكانيكي قال له عارف العربية دي مش شغالة ليه؟ قال له ليه؟ قال له لأنها ما دارتش بقالها سنين، كل السيور بتاعتها نشفت، والكاوتش نفسه ما ينفعش، ولازم نغير ولازم نغير ولازم نغير ولازم نغير. الإنسان عامل زي بطارية العربية، كل لما تشتغل والعربية تمشي تتشحن، لكن لما تتركن تملح وتبوظ. ربنا خلقنا جوانا حاجة، لما تنتج حاجة وتعمل حاجة على قد تعبك على قد فرحك. الدكتور أحمد زويل اللي وصل للفيمتو ثانية اشتغل كام سنة عشان يوصل لها، بس لما وصل لها والعالم فرح بيه كان فرحه شكلها ايه؟ احكي لكم حكاية. واحنا اطفال صغيرين امي كنا نقولها عاوزين ناكل لقمة قاضي، لقمة القاضي دي اللي هي زي الزلابية بتاعت دلوقتي. فكانت تصحى 2:30 علشان تخمر العجينة عشان الساعة 6 تبتدي تعملها، ونقوم الساعة 6:30 نلاقيها متغمسة بالعسل او بالسكر. فكنا نقول لها تعبناكي قوي يا ماما، انت ما نتيش طول الليل عشان تأكلينا. تقول مش مهم التعب، لان لما شفتكم بتاكلوها وانتوا فرحانين نسيت تعبي وفرحت. الام اللي بتتعب في الولادة اول ما بتشوف البيبي وتحضنه بتنسى كل ألم الولادة، وده مثل قاله رب المجد يسوع. علشان كده عاوز تفرح نظم يومك، ولا على قد ما تنتج في يومك هتفرح. أول حاجة هتطلع حق ربنا وقعد معاه. 2 طور نفسك طور شخصيتك. عندنا شباب ما بيعملوش حاجة طول الصيف، يا إما واقفين على ناصية يا قاعدين على قهوة، وبيضيعوا كل عمرهم، وكل لما يشوفوا بعض يقولوا إيه أخبار الحياة، يقول له ملل قرف. طيب ما تحاول تقوي لغة، ما تحاول تتعلم برنامج في الكمبيوتر. لو انت تعبت علشان تطور نفسك انت في الوقت نفسه بتنجز، والانجاز والانتاج يساوي فرح. الكسل، سوري هقول اللفظ الشبابي اللي بيقوله الشباب، والانتخة ما يجيبش غير الملل وكآبة القلب. فكر في مرة اعمل 1-2-3 وعلم على كل اللي انجزته، وقول لي نفسيتك عاملة ايه بالليل،
ويوم اعمل فيه اللي انت عايزه، هنكر وما تعملش حاجة، وقول لي نفسيتك اخر يوم كانت ايه. انا واثق اليوم اللي انت تعبت فيه اكتر وانجزت اكتر وانتجت اكتر هو اليوم اللي انت كنت فرحان فيه اكتر. لسه الموضوع لبقية، بس وقتنا خلص. نتقابل مع بعض بكرة ونكمل السلسلة بتاعتنا.